عاجل، البنك المركزي المصري يقرر رفع أسعار الفايدة 1%. قرر البنك المركزي المصري منذ قليل رفع أسعار الفايدة بواقع 100 نقطة أساس، ما يعادل 1% في خامس اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2023. قرار رفع أسعار الفايدة جاء لاحتواء الضغوط التضخمية، إن جمع عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار السنوية لصدمات العرض. وسيواصل البنك المركزي متابعة الأوضاع وتطورات الاقتصادية عن كسب، وأكد أنه لن يتردد في استخدام أدواته النقدية لتحقيق استقرار الأسعار. وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم، واللي بدأت من 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم. ونجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة، ومنها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي المصري.